ما هو مثلث برمودا؟ الغاز لم تحل لمثلث الشيطان. استمرت الغاز مثلث برمودا في جذب الانتباه حول العالم لعدة قرون، مع اختفاء نحو 70 سفينة وطائرة على ما يبدو عند التحليق فوق ما يسمى بمثلث الشيطان بين فلوريدا وبورتريكو وبرمودا. يعرف مثلث برمودا بأنه منطقة من شمال المحيط الأطلسي تصل مساحتها إلى 5,100,000 ميل مربع، ولا تظهر على خرائط العالم، وهي عموما امتداد غير معروف للمحيط. وشهد مثلث برمودا الذي أطلق عليه أيضا اسم مثلث الشيطان اختفاء ما يصل إلى 50 سفينة و20 طائرة تماما عن الأنظار. والعدد الدقيق للسفن التي اختفت في مثلث برمودا غير معروف، ولكن لم يعثر على حطام العديد من السفن والطائرات، على الرغم من الإبلاغ عن فقدانها. وتعود تقارير أحداث غير المفسرة في مثلث برمودا إلى منتصف القرن 19. أما في الوقت الحاضر، تعد المنطقة واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.